طلبت حاجات من اكونت اسمه ريزن مي للناس اللي بتشتغل ريزن. السايت ده بيبيع حاجات حلوه قوي قوي. انا ما بشتغلش ريزن ولا حاجه، بس يعني هقول لكم بعدين انا ناويه اعمل ايه. الصبر ولكن جاتلي. بصوا بقى طلبت ايه. قوالب حاجات على شكل كوب وكلاب صغنونه، وايه تاني يا دينا؟ ثواني. والجليترز دولا بس يا ابني الدوشه دي، وحاجات فواكه صغيره. This is super cute. اوكي وهنشوف دي تقريبا الماده. ثواني. ودي بتاعة ايه تاني يا دينا؟ ثواني. لا انا طالبه حاجات كتير، ودول برضو على شكل كفوف وحاجات سوبر كيوت. بنات عشان انا مش هعمل لكل واحد فيديو، لسه طالبه دول حلوين جدا. دول ممكن ينفعوا في تشينز يا سمر اهو. اوكي في دي ما ممكن معرفش دي انت عارفه فيها ايوه اهي. كلها حاجات كلاب برضو. وبصي دول ينفعوا في الكي تشينز، واهي صغنونه دي برضو تنفعك للميدالية. ودي دماغ قطه، دي معرفش بقى ممكن رشه تستفيد منها ولا انت تستفيدي منها. انا بقى هبعت كل حاجه الرشه وتصرفوا انتوا.